حبة واحدة بس من المكون دوت على الكوباية السحرية اللي انت شايفينها قدامكم ديت لمدة 3 ايام، هتنسف معاك دهون الكرش تماما وترهلات البطن، وكمان خلاف كده وكده كمان هتنسف معاك دهون الاحشاء الداخلية اللي كل انسان بيعاني منها، واحنا كمان مش بناخد بالنا منها خالص، ودايما بنهتم بمظهرنا اللي بره، وهي اخطر حاجة في جسمنا واخطر حاجة على صحتنا. نواظب على الكوباية ديت لمدة 3 ايام بس وشوفي النتيجة بعينك باذن الله. اتحداكي لو منزل معاكي كمية دهون محترمة وكمان نزل معاكي وزن. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي، حطوا لايك ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وسهل ان احنا نقوم نعملها دلوقتي حالا. وصفتنا باذن الله هتجيب معانا نتيجة كويسة جدا، مهما كان وزنك، مهما كان عندك دهون، جوانب، ارداف، ترهلات في البطن، ان شاء الله هتعاني كل المشاكل دي. مش عايزه اقول لكم بقى الوزن اللي هينزل علشان انتوا تجربوه بنفسكم باذن الله. الوصفه دي خلال اسبوع واحد بس هتنزل وزن كويس جدا وهتنزل دهون، واكتريه الدهون اللي احنا بنعاني منها ده بتبقى دهون داخليه وكمان مضره على جسمنا، فاحنا علشان كده عملنا لكم الكوبايه ديت علشان نتخلص منها في اسرع وقت. المفاجاه اللي في الكوبايه دي كمان ان احنا مش هنعمل معاها رجيم خالص، يعني بمعنى اصح ما انتش محتاجة تتعبي نفسك ولا تعملي رجيم ولا الكلام ده كله. هنعمل في الفيديو دوت كوبايتين اتنين. الكوباية الاولانية ديت ده ان شاء الله هتتاخد على الريق، ودي اهم حاجة فيها ان انت كل يوم توضب عليها لمدة 7 ايام، وان شاء الله هتشوف الوزن بعينك. وعايزاك باذن الله توزني نفسك كده قبل وبعد، وان شاء الله لو لقيت النتيجة كويسة جدا ما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات وتعرفيني وتشيري لي الوصفة علشان ناس كتير وبنات كتير تستفاد منها. نسمي الله ونحط لايك للفيديو وتشيروا الوصفة بتاعتنا، ويلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. مبدئيا احنا معنا الكوباية بتاعتنا زي ديت زي ما انتم شايفين كده، وده هتبقى الكوباية الاولانية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول مكون معانا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة الزنجبيل. الزنجبيل طبعا كلتنا عارفين ان هو له مفعول سحر، يعني مش عايزة اقولك له مفعول سحر فعلا في حرق الدهون ونزول الوزن. ده كده انا معايا حوالي ربع معلقة صغيرة. لو انت عندك الحرق بتاعك ضعيف جدا، عندك جسمك مش بيحرق، عندك لا قدر الله غده والغده عندك موقفه الحرق في جسمك مش بتحرق او مش شغاله كويس جدا، الكوبايه دي كفيله لوحدها ان هي هتزود معاك معدل الحرق وهتنزل كل الدهون اللي في جسمك وهتحرق كل الدهون. طيب ايه هو المكون الثاني؟ برده المكون الثاني هيبقى مكون فعال جدا جدا في حرق الدهون، اللي هو ايه؟ الكمون. تمام، انا معايا نص معلقه من الكمون الناعم اهو. الافضل يا جماعه محدش ان هو يجيبه مطحون جاهز لانه بيبقى عليه اعشاب تانية مخلوطه. احسن حاجه ان احنا بنجيبه خشن وبنطحنه احنا عندنا في البيت في الكبه في اي حاجه بيبقى مضمون معاك. هننزل عليهم بالميه المغليه زي ما انتم شايفين معايا كده. اهو وبنقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. الكمون ده يا جماعه ده كويس جدا، الناس اللي هي دايما عندها انتفاخات في البطن او عندها القولون تعبان ده بيريح القولون وبتخلي يعني ما تبقاش بطنك منفوخه بقى، لان معظم الناس بتهدها عشان بطنها منفوخه تقال انها عندها كرش عندها الحاجات ديت. دايما الكمون بيبقى كويس جدا، حتى كمان لو انت ضفت عليه شويه ينسون ده بيبقى حلو قوي قوي، بيريح المعده وبيريح القولون وبيزيل كل الانتفاخات ديت. الكوبايه بتاعتنا دي ناقصه حاجه واحده بس احنا لسه هنعملها دي. بعد كده معايا ايه؟ معايا الليمون. الليمونه دي انا هاخد منها نصها بس زي ما انتم شايفين كده. هشيل بس البذر اللي فيها كده اهو. نص ليمونه كده اهوت، وهننزل بعصرة الليمونة زي ما انتم شايفين كده وبعصرها كويس جدا بالشكل ده كده، وبرده بقلب. طيب الكوباية دلوقتي يا جماعة دي اول كوباية جهزت معايا. الكوباية دي هنشربها سخنة زي ما هي كده ولا هسيبها تبرد شوية؟ لو انت حبيت ان انت تشربها وهي بالشكل ده كده ومعدتك تقبلتها ماشي مفيش مشكلة. لو انت بتحب ان انت تشرب حاجة دافية كده ماشي، ممكن نغطي عليها كده اهوت ونسيبها حوالي 5 دقايق وبعد كده بنشربها عادي مفيش اي مشكلة خالص. تمام، دي اول كوباية. طيب الكوباية دي بتتاخد امتى؟ الكوباية دي يا جماعة علشان تجيب معاكي نتيجة كويسة جدا ونتيجة مضمونة اشربها على
ده احسن حل ليها ان انت تشربها على الريق. تمام. ممكن في ناس كتير بتقول انا بشرب الكمون وبشرب لا وبعمل الكوبايه ديت وما بتجيبش معايا نتيجه، اعملها بالشكل ده كده، مكونين اتنين الزنجبيل والكمون وعليها نص ليمونه، دي اتحداكي لو ما نزلتش الوزن معاكي وما نزلتش الدهون. دي لو انت شربتها على الريق هتحرق معاكي طول النهار، يعني هتبقى شغاله كده معاكي اكنها ماكينه حرق. بمعنى اصح لو انت جسمك بيحرق 100 في اليوم هيحرق 300، ودي هتبقى افضل واحسن كوبايه لو انت استمرت بس عليها اسبوع واحد، هتشوفي النتيجه من اول اسبوع واتحداك. ده تعالوا بقى كده نعمل الكوبايه الثانيه. ده كده يا جماعه خلصنا من الكوبايه الاولانيه، وقلنا طبعا احنا هنشربها امتى. ده هنشربها كل يوم الصبح، يعني اول ما نقوم من النوم كده، قبل ما تاكلي قبل ما تشربي اي حاجه، تكوني قايمه كده عامله الكوبايه ديت اكنها كوبايه شاي معتاده عليها كل يوم الصبح بتقومي تشربيها. دي حاجه اساسيه في حياتك، لازم كل يوم الصبح تقومي تشربيها. تمام. هنيجي بقى للكوبايه الثانيه، هنعمل ايه؟ الكوبايه ديت هتتاخد قبل النوم مباشره، يعني قبل ما بتنامي كده بنص ساعه بتكوني شاربه الكوبايه ديت. معنا برضو نص معلقه صغيره كده من الزنجبيل، ومعايا برضو الميه المغليه. ده يا جماعه بقى معايا المكون الثاني. المكون الثاني دوت اقدر اقول لك ان هو سحر في نزول الدهون معاكي. يبقى انا حطيت معايا اول مكون اللي هو نص معلقه صغيره من الزنجبيل، تاني مكون معايا اللي هو اللومي. طبعا اللومي دوت كلنا عارفينه، اللومي ده بيجي من عند العطار، لو انت عايزه تطحنيه في الكبه كده ولا حاجه يبقى زي البودره، ده يبقى كويس جدا. مش عايزه ممكن تحطيه بحاله كده في قلب الكوبايه زي ما احنا هنعمل كده. ده كده انا هاخد نص واحده وهقوم حطها في الكوبايه، لان ده طبعا ليمون مجفف واحنا كلنا عارفين اللومي. هنزل عليه طبعا برضو بالميه المغليه كده اهوت، وهنقلبه بالشكل ده كده. بعد كده هسيبه متغطي عليه حوالي 5 أو 10 دقايق على حسب الكوبايه ما تبرد معايا. ولازم يا جماعه الكوبايه ديت لازم يكون الميه بتاعتها تكون مغليه علشان اللومي ينزل كل الفوائد اللي فيها، وبنغطيها بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم دوت حوالي 10 دقايق عبال ما اللومي او عقبال ما اللومي ينزل كل الفوائد اللي فيه. بعد كده بنشربه دافي. الكوبايه ديت هنشربها قبل النوم بنص ساعه كده مباشره، يعني بعد ما بتتعشي الوجبه بتاعتك وبتخلصي خالص. لو انت طبعا مسهره شويه ولا حاجه بتقومي بالليل كده، بتقوم قبل ما النوم بنص ساعه بتكون عامله مجهزه كوبايه زي ديت وبتشربها قبل ما تنام بالشكل ده كده. ان شاء الله يعني مش عايزه اقول لك اقل من اسبوع بس هينزل معاكي وزن كويس جدا، هينزل معاكي بقى الكرش، دهون البطن كلها الموجوده، الدهون العنيده المتراكمه في منطقه البطن، مش هتلاقي جوانب خلاف كده يا جماعه. خلاف الدهون العنيده او الترهلات اللي بتبقى موجوده في البطن، كمان في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها اللي هي الدهون الداخليه اللي بتبقى موجوده على الاحشاء. لازم كلنا ناخد بالنا من الدهون ديت، لان دي اخطر دهون موجوده في جسمنا، وممكن لا قدر الله بتؤدي لحاجات مش كويسه. فاحنا لازم ناخد بالنا من حاجه زي ديت، مش لازم ان احنا نبص لمظهرنا اللي بره، لا بصوا كمان لمظهرنا اللي جوه، لان الدهون الداخليه ديت ده بتبقى اخطر حاجه. الدهون اللي بتبقى على الكبد، على الحاجات كلها اللي هي الاحشاء الداخليه اللي جوه ديت، لازم الوصفات ديت علشان تنزل معانا كل الدهون ديت. تمام. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا للفيديو، واللي يشير يقول لي تم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.